دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إلى وقف إطلاق النار في التصعيد الدائر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة. وأضاف أدهانوم على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي أن المساعدات التي قدمت للقطاع حتى الآن من حيث الإمدادات الطبية غير كافية في ظل الاحتياجات التي تزداد كل يوم. وحتى الآن لقد قدمنا 447 طنا من المواد الطبية لغزة، ولكنها نقطة في بحر وديء واسع من الحاجات، ولكننا نرفع هذه المساعدات، وإن 15 مستشفى من أصل 36 مستشفى تعمل بطريقة بدائية في غزة، وإن العاملين في القطاع الطبي يعملون بطريقة وفي ظروف مستحيلة، وأنا متخوف وقلق بالأخص بسبب الهجوم الأخير في رفح، حيث أن معظم الهاربين من غزة موجودون. إن المنظمة منظمة الصحة العالمية تستمر في ندائي ومطالبة الوصول الآمن للعاملين في المجال الطبي لتزويد المعدات الطبية، ونحن نطالب بإطلاق سراح المخطوفين لدى حماس، ونطالب بوقف لإطلاق النار.